أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المتابعين. معا مع بعض النهاردة هنتكلم عن الإكسل، وعن الإكسل هنتكلم عن إزاي نتحاشى أو نتفادى أو نصحح سبيل إيرور. الإيرور ده هنلاقيه فقط وإحنا بنشتغل على إكسل في مايكروسوفت 365. مع بعض نروح نشوف إيه الحكاية. لو إحنا عندنا رينج بهذا الشكل وكان في اي تكست في هذا المكان، وجيت هنا مثلا قلت يساوي وخدت الرينج ده ودوست انتر، هلاقي الايرور طلع، لان وهو بيفرد الرينج بتاعه في حاجة في النص موجودة، فلما نمسحها هنلاقي باقي الارقام موجودة. انا قلت يساوي في اول خلية وحددت الرينج ده، فهو هيخلي باقي الخلايا زيها، فلما جي يعملها كان في تكست موجود في النص. برضو بنفس الطريقة لو انا جيت هنا في نفس المكان ده وقلت يساوي وحددت الانتاير كولوم ودوست انتر، هلاقي برضو السبيل ايرور، انما لو اخدته لفوق هلاقيه عمل لي نفس الرينج وخد كاني خدت من البي حطيت في الدي. الايرورز دول او اللي قلناها هي ايرورز ملحوظة ومعروفة، انما في بعض الايرورز التانية اللي احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. احد الامثلة لو انا هنا كانت كاتب حاجة وكانت موجودة باللون الابيض ممكن ما تكونش ملحوظة، وبالتالي برضو لو انا عملت حاجة بالشكل ده هلاقي نفس الايرور، فلازم اروح انا بايدي لحد ما اكتشف مثلا ان في حاجة مكتوبة باللون ابيض، يا اما امسحها لو انا اديتها سوق هتظهر تاني، ولما امسحها هيتشال الايرور. احد الايرورز الاخرى الغير محسوبة او الغير ملموسة ان تكون الخلية بدل ما مكتوبة للابيض معمول لها هيدن، ودي برضو انا حابب ان انا اقولها لحضراتكم. احيانا بيبقى فيه ارقام بتاعت حوافز مرتبات وعايز انها ما تظهرش غير النخ في العمود، انا عايزها بس تبقى موجودة ولكن ما تظهرش، فانا ممكن ادي فورمات لاي خلية بحيث ما يظهرش الكونتنت. بكليك يمين فورمات سيل، اجي في كاستم، مجرد اعمل 3 سيمي كوما واقول اوكي، هنا ما بيظهرش الكلام ده. وبرضو لو جيت قلت يساوي وحددت الرينج ده ودوست انتر هلاقي السبيل ايرور، ولو هاجي هنا برضو الاقي انها موجودة في الفورمولا بار بس في الخلية مش موجود حاجة، على الرغم من ان الخلية مش باللون الابيض او مش بنفس لون خلفية الشيت، ولكن مش موجودة. ده ناتج لان زي ما قلنا الفورمات سيل بتاعتها معمولة على انها هيدن. انا ممكن اقول جنرال في الحالة دي هي ظاهرة، فلما الغيها هلاقي الرينج برضو اتعمل زي ما هو. احيانا لما بشتغل بالري فورمولا لو قلت انا مثلا يونيك او فلتر او سورت وقلت الرينج ده واقفل القوس وادوس انتر، لو مفيش عائق او حاجة تسد الموضوع او تقف قدام الموضوع مفيش مشكلة، انما لو كان في تكست في النص برضو هيوقف الموضوع ويظهر السبيل ايرور لما اشيله بيشتغل. بكده وفي عجالة القينا الضوء على سبيل ايرور وكيفية تفاديه والتغلب عليه ان ظهر
في معظم الحالات اللي بتكون احنا شايفينها بعينينا او حاجة مخفية عن عينينا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو اخر. اذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس امرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة. شكرا.